السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد على قناة Family and Child Academy اللي بتقدم لنا كل ما يهم الأسرة والطفل. وبمناسبة العام الدراسي الجديد، فإحنا القناة معنية بتقديم الدروس لأولادنا في المرحلة الابتدائية، سواء كان عربي أو حساب أو إنجليش. بنقدمها بطريقة حصرية إن شاء الله، بنقدمها بطريقة بسيطة وسهلة تغني الأسر المختلفة، الأسر اللي بتعاني معاناة شديدة جدا في الدروس الخصوصية وبتقطع تكلفة كبيرة جدا من تكلفتها وميزانيتها. إحنا بنقدم لهم الكلام ده بشكل مجاني. لو في ناس كتير جدا بتقول لنا طيب ازاي نشترك في القناة وازاي نتابع الدروس، بنقول لهم اسفل شاشة الفيديو بتاعتنا دهيت، عندنا في اسفل شاشة الفيديو عندنا في زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او مكتوب عليه اشتراك لو كان اليوتيوب عند حضرتك باللغة العربية، فحضرتك هتدوس على هذا الزرار الاحمر وبالتالي هيوصلك جميع الدروس الجديدة. وكمان حضرتك تقدر تتصفح القناة وتتصفح مقاطع الفيديو المختلفة اللي موجودة على القناة عندنا. كمان في صفحة برضو اسفل الفيديو هنلاقي في كلام نصي مكتوب، هنلاقي من ضمن الكلام النصي رابط صفحتنا على الفيسبوك، برضو هنلاقي عليه رابط القناة اللي حضر او الفيديوهات المختلفة كمان اللي نقدر نتابع من خلالها الحلقات الجديدة اللي بتظهر معانا. قناتنا بتهتم بالتعليم زي ما قلنا، وكمان بتهتم بكل ما يهم الأسرة كطبخ، كوصفات دايت، كعناية بالبشرة. لكن احنا النهاردة وهذه الفترة من السنة معنيين بتقديم الدروس زي ما قلنا لحضراتكم. النهاردة معانا درس حي الأشجار للصف الثالث الابتدائي، هنشوف ان شاء الله هنقدم فيه ايه. دي يا جماعة المعاني والمفردات اللي موجودة معانا في درس حي الأشجار. دي مش كل المعاني وكل المفردات، معظم الناس عندها كتاب سلاح التلميذ في كثير جدا من المعاني اللي هي موجودة في الكتاب. النهاردة احنا بنضيف على المعاني الموجودة في كتاب سلاح التلميذ، لان احنا عايزين يبقى عندنا مفيش معنى يجي لابننا او بنتنا يكون هو مش عارفه. لا، احنا عايزين كل المعاني الممكنة اللي موجودة في الدرس يكون هو عنده فكرة عنها كويس جدا جدا، وبالتالي مبقاش فيه عنده اي مشكلة. فاحنا النهاردة مكملين مع المعاني الزيادة والمفردات الزيادة اللي معاه، ومع الجمع الزيادة وكمان المضادات الزيادة. فتابعونا. عندنا يلاحظان يعني يراقبان، اجتمعت يعني تجمعت، هيا يعني تعالوا او اسرعوا. بمناسبة جماعة هيا دي ممكن تستخدم كأداة نداء، لو هو قال لي استخرج أداة نداء، هيا ويا من أدوات النداء اللي دلوقتي هي مقررة على أولادنا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث الابتدائي. فرحة بمعنى سعد، التالي بمعنى القادم، مفيد بمعنى نافع، تعاون بمعنى ساعد بعضهم بعضا، الصباح أول النهار، الحي بمعنى الشارع. دي الكلمة زي ما قلنا المعاني الزيادة عن المعاني الموجودة معانا في كتاب سلاح التلميذ. مهم جدا أولادنا برضو يحفظوا هذه المعاني، لأن برضو بتيجي في الامتحانات وبتكون بتيجي في الاختبارات. بعد كده هندخل على المفردات الزيادة، المفرد والجمع الزيادة عن كتاب سلاح التلميذ. هنا جمع إعلان إعلانات، جمع أخرى أخريات، جمع ثناء أثناء، جمع النظافة النظافات، الحي الأحياء، الشجرة الأشجار، صندوق صناديق. ده كان بالنسبة للجمع الزيادة ممكن نعكسها طبعا، يعني احنا ممكن نقول جمع مفرد اعلانات ايه اعلان، مفرد اخريات ايه اخرى، مفرد اثناء ايه ثنا، النظافات النظافة، الاحياء الحي، الاشجار الشجرة، صندوق صناديق صندوق. طبعا دي زي ما احنا نوهنا قبل كده ان دي الجمع الزيادة او اللي موجودة عن سلاح التلميذ. بنكمل مع بعض. بعد كده بالنسبة للمضادات الزيادة عن كتاب سلاح التلميذ، يؤذي عكسها ينفع، ترشد عكسها تضل، تزرع عكسها تحصد، هيا بمعنى عكسها أبطئ، نظيفا قذرا، تعاون تخاذل، كتبوا محوا، المشكلة الحل. برضو دي المضادات الزيادة عن الموجودة في كتاب سلاح التلميذ.
طيب ليه اولادنا مهم جدا ان هو يكون على درايه بكل المعاني والمفردات دي اللي احنا اسلفنا وريناها لحضراتكم؟ هقول لحضراتكم ليه. لان انا ابني او بنتي لما يكون عنده حصيله كبيره من المعاني والمفردات، اي كلمه بتيجي معاه في اي سؤال يقدر يجاوب عليها. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لو جت معاه اي خريطه كلمه لاي كلمه هو واخدها في الدرس، يبقى هو قادر ان هو يجاوب على خريطه الكلمه. مش لازم يكون هو حافظها بشكل مسبق او مذاكرها قبل كده، لا، بمجرد ان هو حافظ المعاني كلها وحافظ المضادات كلها هو هيقدر يجاوبها بشكل بسيط جدا وسريع. ده بالنسبة لأسئلة بقى، دي الأسئلة كاملة بتاعة درس حي الأشجار بطريقة سهلة وبسيطة، ملخصين فيها الدرس كله بالكامل. هنبتدي كده مع بعضينا. أين يذهب باسم؟ يذهب باسم وبسمة إلى المدرسة. ماذا يلاحظ باسم وبسمة في طريقهما إلى المدرسة؟ يلاحظان عمال النظافة يجمعون القمامة. طبعا الدرس هو بيتكلم على إن باسم وبسمة بيروحوا كل يوم المدرسة، وهم رايحين المدرسة بيشوفوا عمال النظافة بيجمعوا القمامة، وهم راجعين بيكون القمامة تكدست مرة أخرى في طريقهم وهم راجعين. فلما روحهم البيت بدأ إن هم يتناقشوا في هذه المشكلة مع الوالدة والوالد، فبدأت بقى الاقتراحات. بدأت بسمة تقترح اقتراحات وبسم يقترح اقتراحات والام ترد عليهم، وابتدوا ان هم يحطوا حل لمشكلة القمامة. وفعلا تعاونوا هم واهل الحي في تنفيذ هذا الحل اللي هم اقترحوه ونفذوه فعلا، والمكان فعلا نجحوا في ان هو يكون نظيف وجميل. جميع الاحداث دي هنشوفها مع بعض هنا في الاسئلة. أين يذهب باسم؟ يذهب باسم وبسمة إلى المدرسة. ماذا يلاحظ باسم وبسمة في طريقهما إلى المدرسة؟ يلاحظان عمال النظافة يجمعون القمامة. ماذا يلاحظ باسم وبسمة في طريقهما في طريقهما أثناء العودة إلى المدرسة أو إلى البيت. في طريقهما أثناء العودة إلى البيت يلاحظان أن القمامة قد ملأت المكان مرة أخرى. يبقى هما أول مرة كانوا رايحين المدرسة، تاني مرة كانوا رايحين البيت، تمام كده. متى اجتمعت الأسرة؟ اجتمعت الأسرة في المساء. ما المشكلة التي عرض باسم وبسمة على العائلة؟ المشكلة هي تراكم القمامة في الشارع. ما أضرار تراكم القمامة؟ هي سبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وهي منظر قبيح يؤذي العين. طبعا الإجابات دي بالنص من الدرس. ما الاقتراح الاول لباسم؟ الاقتراح طبعا هنقول الاقتراح الاول لباسم توفير صناديق القمامة. طبعا احنا نراعي واحنا بنجاوب ان احنا نجاوب اجابة كاملة، ان احنا نجيب يعني نشطب كده على اداة الاستفهام واحنا بنجاوب، نقوم كاتبين ان بادئين من بعد اداة الاستفهام ومكملين الاجابة بتاعتنا. يعني هقول ايه مثلا؟ ما الاقتراح الاول لباسم؟ هقول الاقتراح الاول لباسم توفير صناديق القمامة، تمام. بما ردت الأم على بسمة، عشان أجاوب إجابة كاملة أقول إيه؟ ردت الأم على بسمة وقالت الصناديق موجودة ويجب وضع القمامة بداخلها. يبقى إحنا كده عرفنا إزاي بنجاوب إجابة كاملة، اللي أنا بقى بشطب على أداة الاستفهام وابتدي إن أنا أجاوب من أول الكلمة اللي بعد أداة الاستفهام وأكمل الإجابة بتاعتي اللي أنا عارفها من الدرس. بنكمل. ما اقتراح باسم؟ نضع إعلانات ترشد الناس إلى وضع القمامة في الصناديق. طبعا اشارت الام ان في صناديق فعلا ولكن الناس مش بترمي فيها، فباسم اقترح ان هم يحطوا اعلانات علشان الناس ترمي في الصناديق. بسمه كان ليها اقتراح اول وفي اقتراح تاني لبسمه. ما الاقتراح الثاني لبسمه؟ نزرع المكان بالاشجار فالناس لا يلقون القمامه بالاماكن المزروعه. ماذا لاحظت بسمه؟ لاحظت، هنقول برضو الاجابه كامله، هنشطب هنا على اداه الاستفهام، هنقول لاحظت بسمه ان الناس لا يلقون القمامه في الاماكن المزروعه. متى اجتمعت الاسره مع اهل الحي؟ عشان نجاوب اجابه كامله هنقول اجتمعت الاسره مع اهل الحي في اليوم التالي. فيما تعاون الجميع؟ تعاون الجميع لشراء الأشجار والنخيل لزراعتها. ما نتيجة تعاون أهل الحي؟ أصبح المكان نظيفا وجميلا. ما اللافتة التي علقها أهل الحي؟ علقوا اللافتة وكتبوا عليها حي الأشجار. ماذا تعلمنا من الدرس؟ تعلمنا من الدرس أهمية النظافة. دي كانت الأسئلة بتاعة الدرس بتاعنا. نكمل مع بعض. هنا عندي عناصر القصة، عندي عناصر القصة. عناصر القصة بتشتمل على ايه؟ الزمان والمكان والشخصيات والاحداث.
الزمان كان في الصباح والمساء، الصباح وهم رايحين المدرسة، وفي المساء لما اجتمعت الأسرة عشان تتناقش في هذه المشكلة. المكان كان المنزل وكان الحي نفسه، الشخصيات كانت الأسرة وأهل الحي، الأحداث اللي حصلت إن عمال النظافة بيجمعون القمامة، فكرت الأسرة في حل مشكلة القمامة، زرع الأهالي بالمكان، الأهالي قاموا بزراعة المكان، علق الأهالي لافتة وكتبوا عليها حي الأشجار، أصبح المكان نظيفا وجميلا. دي عناصر قصة درسنا اللي هو حي الأشجار. لو جينا دخلنا على خرائط الكلمات الموجودة معانا في الدرس، هناخد كلمة العودة. العودة معناها الرجوع، مضادها الذهاب، نوع العودة اسم، الجملة أثناء العودة إلى المدرسة. طب إزاي عرفت العودة دي اسم ولا فعل؟ لو قبلت دخول ال، طبعا هي فيها ألف ولام، فمجرد ما الاقي الكلمة عندي فيها ألف ولام بيبقى بس ألف ولام زايدين على الكلمة، يعني ما يكونش الألف ولام جزء من الكلمة، ماشي؟ يبقى ده اسم. لو أنا عندي كلمة طب من غير ألف ولام، ابتدي ان انا اجرب احط لها الف ولام، والله لو قابلت الالف ولام واصبحت كلمه طبيعيه يبقى ده اسم، ما قابلتش الالف ولام وبقت الكلمه غريبه يبقى ده فعل. تمام كده، عشان اميز نوع الجمله. نكمل مع بعض بقيه الخرايط. هنا يؤذي، خريطه يؤذي، عندي يؤذي معناها يضر، عكسها ينفع، نوعها. طيب هنجرب نحط الالف واللام، قال يؤذي تمشي، لا ما تمشيش، يبقى هي نوعها فعل. وهنا الجملة بتاعتي منظر قبيح يؤذي العين. نكمل بقية الخرايط. عندي كلمة ترشد بمعنى تهدي، عكسها تضل، نوعها نجرب كده، قال ترشد، لا هنا النوع كلمة، هنا النوع ايه ده النوع هنا مش مظبوط، النوع هنا المفروض يبقى فعل. وهنا برضو ده كان ايه، انا حبيت اوريها لكم كفخ، نشوف كده الناس هننسق الكلام المكتوب ولا هنشغل مخنا. لا هنا دي الموضوع ده كده مش صح، هذا الكلام ليس صحيحا، الكلام ده مش صح، هنا ده ايه النوع هنا فعل، فعل تمام مش اسم. تمام طيب بنكمل مع بعض. وقلنا عملناها ازاي، قال ترشد ما قبلتهاش، فبنشطب على كلمة اسم وطلعت هي ايه، هي طلعت فعل. هنا اعلانات ترشد الناس. نكمل مع بعض. في نقطة مهمة جدا بالنسبة لي خريطة الكلمات، احنا كنا شرحنا قبل كده ازاي الاستراتيجية بتاعت خريطة الكلمة، ازاي اي كلمة تجينا نقدر نعمل لها خريطة كلمات، كانت موجودة في فيديو سابق، بندعو حضراتكم ان انتوا تطلعوا عليه في القناة، وان شاء الله ننزل الرابط بتاعه على الفيديو. هندخل بعد كده على شبكة المفردات. شبكة المفردات، لو انا كده مسكت شبكة المفردات بتاعة الاسرة، هلا عندي الاسرة فيها الام والاخت والاخ والاب. شبكة المفردات هي هو بيديني كلمة، والكلمة دي احنا بنبتدي الكلمة دي بتشتمل جواها على مجموعة من العناصر، فانا ابتدي ان انا اطلع العناصر اللي موجودة جوه الكلمة دي. هنا الاسرة عندي، الاسرة بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على ام واب واخ واخت. تمام، نكمل شبكات المفردات لدرس حي الاشجار. عندي المدرسة، المدرسة فيها ايه؟ فيها معلمون، فيها فصول، فيها تلاميذ، فيها مدير. نكمل برضو شبكات المفردات لدرس حي الاشجار. الحي في ايه؟ الحي اي حي فيه اشجار، بيبقى فيه اشجار في الغالب، بيبقى فيه محلات، بيبقى فيه ناس، بيبقى فيه ممكن هنا كلمة اشجار متكررة، ممكن نقول ايه، طيب بدل كلمة اشجار هنقول مثلا، هنقول فيه بيوت، هنقول فيه بيوت، هنقول فيه بيوت. تمام، هنقول فيه بيوت. نكمل مع بعض. برضو كنا عاملين درس لاستراتيجية عمل شبكة المفردات، هنحط برضو حضراتكم الفيديو على الشاشة، اللي حابب يشوف موضوع شبكة المفردات بشكل مفصل، واللي حابب ان هو يبقى اي كلمة يتقابلنا نقدر نحن نعمل لها شبكة مفردات. مش لازم ان احنا نحفظ اولادنا شبكات المفردات كلها وخريطة الكلمة كلنا، لا احنا عايزينه يفهم ازاي يعمل شبكة مفردات، عايزينه يفهم ازاي يعمل خريطة كلمة، عايزينه يعرف ازاي يعمل عائلة كلمة، فده احسن بكتير جدا من ان هو يحفظ ويضمن لنا ان هو يجاوب اجابة صحيحة. هندخل بقى على عائلة الكلمة. عندي عائلة كلمة يذهب، عندي ذهب،
تذهب نذهب ذهاب. طبعا هي عائلة الكلمة هي عبارة ان هو بيديني الكلمة وعايز كلمات مشتقة من الكلمة اللي هو مديها لي دي. بمعنى مثلا انا عندي يذهب، ايه ممكن يجي من كلمة يذهب؟ ذهب، تذهب، تيجي من كلمة يذهب، نذهب، ذهاب. في كمان ملحوظة مهمة، ان انا بجيب كلمة يذهب دي احط لها حروف كلمة انيتو، يعني هنا انيتو هنا داخل عندي حرف الي، يبقى انا هستبعد الي احط لها الالف تبقى اذهب، تمشي معانا هنا اذهب. لو احنا ايه حط ممكن نحط كلمة زي نقول اذهب، نذهب اهي موجودة، تذهب اهي موجودة، يبقى انا خلصت حروف كلمة انيتو. كمان تنفع معانا ذهاب، اي كلمة مشتقة من الكلمة اللي عندي تنفع معايا كجزء من عائلة الكلمة. نكمل برضو بقية عائلات الكلمات. عندي فرحة، بمعنى هقول عائلة الكلمة هحط لها بقى حروف كلمة أنايتو زي ما اتفقنا، أهو أفرح أدي أول حرف في أنايتو ألف، بعد كده تفرح أدي تاني حرف في أنايتو، أو عندي نفرح تالت حرف في أنايتو، والياء رابع حرف في انايتو. يبقى انا كده حطيت حروف كلمة انايتو كل مرة بتعمل لي كلمة جديدة، وبالتالي اكون عملت عائلة الكلمة. بنكمل مع بعض عائلة الكلمة. عرض، هنقول نعرض، يعرض، تعرض، معرض. ممكن اي كلمة، مش لازم كمان تبقى حروف كلمة انايتو اللي تدخل عندي على الكلمة، ممكن اي كلمة مشتقة من الكلمة اللي هو بيكون مديها لي عشان اعمل لها عائلة كلمة. بنكمل مع بعض في المقاطع الصوتية. برضو يا جماعة في درس مهم جدا بدأ فعلا مهم مهم مهم، ازاي كان سابق لشرح المقاطع الصوتية بالتفصيل، ازاي ابننا او بنتنا يقدر ان هو يحلل اي كلمة تحليل مقاطع صوتية بدون ما يحتاج ان هو يحفظ اي كلمة. اي كلمة هو هيكون اذا فهم الدرس اللي احنا شرحناه قبل كده، وده درس موجود برضو على قناتنا على اليوتيوب، هيقدر ان هو اي كلمة ايا كانت ان هو يقدر يحللها بمنتهى السهولة واليسر من غير اي حفظ، ومن غير ما يقعد يحفظ لستة طويلة عريضة من الكلمات في كل درس، وحاجة مجهدة جدا ومتعبة جدا للطفل وللأسرة. لا، احنا هنفهمه ازاي يحلل، وبالتالي اي كلمة يقدر يحللها بدون حفظ. عرض، العين لوحديها والراء لوحديها والضاد لوحديها. القمامة، الالف واللام مع بعض والقاف لوحديها والميم والالف مع بعض، اللي احنا اتفقنا قبل كده ان المد والممدود بيكونوا مع بعض، والميم لوحديها والتاء المربوطة لوحديها. طيب هنا التالي، الالف واللام والتاء مع بعض، حد هيسأل طيب اشمعنى هنا الالف واللام لوحديها وهنا الالف واللام والتاء مع بعض؟ هنقول ان هنا في دي لام قمرية. لما بنلاقي عندي كلمة فيها ألف ولام ونوع اللام لام قمرية، اللام القمرية بتقف، الألف ولام القمريين بيقفوا مع بعض لوحديهم، والحرف اللي بعديهم بيكون حرف متحرك فبيقف لوحده. بالنسبة للتالي، التالي دي لام شمسية، فاللام الشمسية بيبقى وراء حرف مشدد أو حرف مضاعف، فده لازم في اللام الشمسية بتبقى الألف واللام والحرف المشدد اللي وراء اللام الشمسية بيلزق فيها، بعد كده بالحرف وبيتقسم الحرف لنصين زي ما حضراتكم شايفين عندي هنا، تاء هي أولانية والتاء التانية بيتقسم لتاءين. التاء بقى ان احنا نمشي التحليل بتاعنا بشكل عادي. اما الحرف المشدد بيتقسم معايا، بيتقسم للحرف الاولاني بيكون حرف ساكن، وبالتالي لازم يكون لازق في اللي قبليه، والحرف اللي بعديه بيكون حرف متحرك. هنا طبعا التاء والالف مع بعض ليه؟ لان انا عندي هنا تاء، التاء وراها حرف مد اللي هو الالف، واللام والياء مع بعض ليه؟ لان انا عندي اللام وراها حرف مد ياء، فلازم الحرف المد يكون لازق في الممدود اللي قبليه. تعاون، هنا عندي التاء عليها فتحة فتبقى التاء لوحديها، العين والالف مع بعض المد والممدود، الواو عليها فتحة فدي يا جماعة تعاون. الواو يا جماعة مش حرف مد، لان الواو عليه فتحة، واحنا كنا لينا درس برضو عن حروف المد بنميز ازاي. يا جماعة مش كل الف ولا واو ولا ي عبارة عن حرف مد، لا، احنا في درس بالتفصيل برضو شرحينه على قناتنا ازاي ابننا يقدر يميز حروف المد. هنا يا جماعة حرف الواو عليه فتحة، وبالتالي لا ينطبق عليه شروط حرف المد، فحرف الواو مش هيمشي كأنه حرف مد، وهينزل كحرف عادي متحرك فهيقف لوحده، والنون هتقف لوحدها. بندعو حضراتكم مهم جدا تطلعوا على دروس المقاطع الصوتية ودروس حروف المد، هتسهل كتير جدا على حضراتكم وعلى أولادنا. بالنسبة للمعاني المتعددة، هي عبارة عن كلمة، الكلمة دي بتيجي في جملتين، او ممكن بنلاقي المعاني المتعددة دي في بعض الاسئلة تحت عنوان مفاتيح السياق. فان هو بيبقى انا عندي كلمة، الكلمة دي مشتركة بتبقى بتيجي في معنى
وبتيجي وبترجع تاني في سياق تاني في جملة تانية تيجي بمعنى مختلف تماما مع انها كلمة واحدة. تعالوا كده نشوف مثال. اذهب الى المدرسة كل صباح، معنى صباح هنا اول النهار. صباح بنت نشيطة، معنى نشيطة هنا اسم بنت. اسكن في حي الاشجار، معنى حي هنا شارع. الله الحي القيوم، الحي هنا بمعنى هو اسم من اسماء الله الحسنى. حل مفيد، كلمة مفيد هنا بمعنى نافع. ومفيد ولد مجتهد، مجتهد هنا اسم ولد. اخر حاجة معانا في درس حي الاشجار هي كلمات على نفس الوزن، وبرضو كنا عاملين فيديو تفصيلي ازاي اولادنا يقدروا يوزنوا اي كلمة ويجيبوا كلمات على نفس وزن اي كلمة، ونادوا حضراتكم ان انتوا تتفرجوا عليه. عندنا هنا كتبوا اكلوا شربوا ناموا، اشجار بحار انهار ثمار. بنلاحظ كده ان اخر حرفين مشتركين معايا في كل الكلمات. ان شاء الله انتظرونا ببقية الدروس. ان شاء الله لو عجبنا الدرس نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير للحلقة. وزي ما بقول لحضراتكم بتجينا اسئلة كتير عن السبسكرايب وازاي وصلنا كل جديد، ندوس على الزرار الاحمر اللي اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.